تليفون عبد الله عبد السلام، نجم كرة الطائرة الأهلاوية والمصرية، قائد النادي الأهلي. كابتن عبد الله، أهلا وسهلا بيك، منورنا. خليك، أهلا وسهلا بحضرتك. مبروك الفوز، مبروك التتويج، مبروك التأهل لكأس العالم. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك في حضرتك. بشكر حضرتك، بشكر اللعيبه الرجاله، بشكر الجمهور المحترم اللي مساندنا من اول السنه. الحمد لله رب العالمين، يعني مجهود كبير. فريق محترم، فريق يعني ناس بتحب الخير للغير، نفوسها صافيه، روحها طيبه. اللي بيجي من بره بيأدي زي اللي جوه واكتر كمان. بشكرهم جدا، بطوله مهمه، هاي بطوله في الموسم. ربنا يكرم ويكلم مجهودنا عشان ان شاء الله البطوله بقى باذن الله السبت لحد ان شاء الله كاس مصر باذن الله. البطوله بقول ان هي بامتياز انك تحقق الانتصارات كامله باشواط كامله بدون اي تعثر في اي مباراه. ازاي اشتغلتوا على ده وشايفينه ازاي كفريق كابتن عبد الله؟ والله الحمد لله رب العالمين. اول حاجه توفيقنا عند ربنا سبحانه وتعالى. مركزين من اول فتره الاعداد، يعني كله شغال، مركز، كله بيطلع يعني كل مجهوده، كله بيطلع اخر نص عرق. الحمد لله رب العالمين، زي ما حضرتك شفت وزي ما الناس شايفه اللي يعني الانجاز او ان انا اكسب بطوله كل الاشواط 3-0 ده ما بيجيش من فراغ، بيجي بتعب، مجهود، تركيز، تركيز جوه الملعب وبره الملعب في محاضراتنا، تركيز على قسم الكوره بيلعبها. الحمد لله رب العالمين، يعني عندنا بشكل كويس بطوله مهمه جدا لينا وسط جماهيرنا، قدرنا نفرحهم، ربنا يكرم ان شاء الله في جاي باذن الله. الحضور الجماهيري اللي النهارده احتفلتوا معاه بالحضور، واعتقد كان كثافته اكتر من الايام اللي فاتت، ازاي شفتوا الحضور الجماهيري واحتفالاتكم معاه كابتن عبد الله؟ طبعا بشكرهم جدا، وزي ما قلت لحضرتك يعني هو مدعمنا من اول سنتين فتره اعداد، سواء بنقابلهم في النادي سواء بنقابلهم بره. بشكرهم جدا، يعني احنا كنا مستنينهم النهارده ان شاء الله بعمين ربنا يكرم نفرح معاهم. بشكرهم جدا، يعني من اول حتى مصفى لحد اخر نقطة بيشجعوا تشجيع حاجة جنونية. بقول لهم وحشتونا، مستنيينكم في كل البطولات ان شاء الله رب العالمين، ورب نقدر نفرحكم ونعوض الاخفاق السنة اللي فاتت باذن الله. البطل اللي بيتوج او اعتاد انه يتوج مش هقول بسهولة، لكن خلاص التتويج امر معتاد بالنسبة له، لما تيجي فترة ما بيتوجش بتبقى اكيد صعبة جدا، كل يوم بيمر من غير تتويج بالنسبة للابطال لحد ما يستعيد التتويج مرة تانية. ازاي تعاملتوا مع الفترة اللي فاتت لحد ما عاد الاهلي بطلا سواء محليا او افريقيا؟ والله يعني الحمد لله رب العالمين. اول حاجة يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثقة في النفس. الحمد لله يعني فرقتنا فرقة كبيرة، فرقة بطولات، غابت البطولة يعني توفيق ربنا نرجع تاني نركز. خلاص الاخفاق حصل، بنميل وضع ظهرنا، نرجع نركز تاني، بنتحد تاني، قلوبنا على قلب بعض، بتركيزنا وتعبنا، و يعني احنا مقضيين فتراتنا كلها مع بعض اصلا بنقعد في بيوتنا. الحمد لله رب العالمين، يعني النفوس صافيه، حب الخير للغير موجود الحمد لله بشكل كويس جدا. دي فرقه النادي الاهلي موجوده في الطايره، زي ما حضرتك شفت اللي بره زي اللي جوه، ده اللي بيأدي للشكل دوت ان ترجع تاني اقوى. والحمد لله رب العالمين، يعني برد على اخفاق السنه اللي فاتت سواء دوري وكاس، نرجع تاني بطوله. لسه ما خلصناش، لسه عندنا بطوله رابعه وطرجه رابعه لازم نحققه تاني، ونرجع كاس مصر تاني اللي غايب بقاله 3 سنين عن النادي الاهلي. المونديال بعد نسخة السنة اللي فاتت، الأهلي بيشارك من جديد، إزاي شايفين مشاركتكم المقبلة؟ هي إمتى الأول؟ ديسمبر ولا الصيف ولا فين؟ والله بيبقى في نوفمبر وساعات في أواخر أكتوبر، طبعًا السنة دي عشان في أولمبياد، فبعد الأولمبياد طبعًا بيبقى في فترة راحة شوية. تمام. الموسم بيبتدي في الدول الأوروبية كلها، وبعد كده بيبتدي عامة يعني في أواخر 10 أو أول نوفمبر. ربنا يسهل، يعني ده يعني أنا بالنسبة لي ده كأس عالم للأندية، إن شاء الله ربنا يكرمني والعب ان شاء الله رب العالمين. طبعا هنستعدله بشكل كويس وشكل محترم. في 6 فرق او 8 فرق دلوقتي، دي اقوى فرق موجوده في دوريات العالم. ربنا يكرم ان شاء الله رب العالمين، يعني نخلص الخطوه قدامنا في الكاس، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في اللي جاي. باذن الله. كابتن عبد الله، مبروك ليك ولكل فرد في افراد الفريق، ودايما في نجاحات وانتصارات. نورتني وشرفتني. الكابتن عبد الله عبد السلام، قائد النادي الاهلي على مستوى فريق الكره الطائره.